بابا تقالف مع سحر عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم مستمعين الكرام على إذاعتكم موجتكم السعودية ألف ألف أف أم في برنامجكم اللي يجيكم يوميا من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية ظهرا. برنامج طبابة ألف راح أكون أنا معكم فيه سحر عبد الله، واللي حاب يتواصل معانا مع بداية حلقتنا على STC 84-7700 موبايلي 640-660 وزين 7462-62. وكمان على حسابنا على على التويتر وعلى فيسبوك عفوا على ALIF FM. اليوم راح نتكلم عن دور الصيدلية الجديد اللي تقدمه للمجتمع، وراح نتكلم عن إعادة صرف الدواء بالنسبة للأمراض المزمنة. رحب بضيفنا لليوم الدكتور محمود أبو عيش، صيدلي إكلينيكي ومدير إدارة التأمين لشركة النهدي الطبية. هلا وسهلا فيك دكتور. هلا وسهلا فيك أختي. منورنا دكتور، أول مرة تزورنا في استديو ألف ألف. أول مرة، وأحييكي وأحيي الأخوة المستمعين كلهم. يعطيك ألف عافية دكتور. شكرا لك. طبعا زي ما قلت للمستمعين، اليوم راح نتكلم عن دور الصيدلية الجديد، إيش تقدر تقدمه للمجتمع. صحيح. في البداية بس أنا حابب أني أقول كم نقطة قبل ما نتكلم عن دور الصيدلية. يمكن الموضوع اللي بيشغل الناس الأيام دي ومن سنين فاتت، اللي هو مدى تأثير الأمراض المزمنة على المجتمع وعلى الناس وعلى وإحنا بنتكلم عن الأمراض المزمنة، فإحنا بنتكلم على والدتي وعلى والدتك وعلى والدي ووالدك، فبالتالي إحنا بنتكلم على ناس أعزاء جدا علينا، فبيهمنا صحتهم وبيهمنا وضعهم الصحي بشكل كبير جدا. فبالتالي لما نجي نتكلم على الأدوية اللي هم بياخدوها، هذا نقطة جدا جدا مهمة في علاجهم الكامل. ففي دراسات كثير بتقول إنه في أمريكا، اللي هي تعتبر واحدة من أكبر الدول في النظام الصحي وفي الوعي الصحي، إنه 3 بس من كل 4 أو من كل 6 بياخدوا أدويتهم. فإحنا بنتكلم على 50% من المجتمع الأمريكي ما بياخد دواء بشكل مستمر. هذا بيكلف أمريكا تقريبا كل سنة 47 مليار ريال أو سوري مليار دولار تكلفة علاج عدم التزام الناس بأدويتهم. فبالتالي أصبح دور الصيدلية لازم يكون أكبر من مجرد إنه هو صرف دواء وواحد بيدخل ياخد دواء وانتهينا. الوضع في أمريكا مختلف تماما. الناس هناك بيتدخلوا في النظام الصحي، بيسألوا عن الأدوية، التزام الناس بالأدوية، بيعطوهم نصايح، بيعطوهم يعني مش بس يكتب الدواء وانتهينا. بالضبط. فبالتالي دورهم صار أكبر بكثير من إن هم صيدلية بتكتب بس دواء وبتصرف دواء وانتهينا. لا، احنا محتاجين إن يكون دور الصيدلية عندنا في السعودية أكبر بكثير من من الوضع اللي حاصل حاليا. فطبعا في اشياء كثير حصلت في الايام او في الشهور اللي فاتت دي، تدخل الصيدليات مع وزاره الصحه انه هي بتحاول ترفع من 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 النظام الصحي ومن من تدخلها كصيدليه في النظام الصحي. حلو، يعني في تطور، في تطورات كبيره جدا بتحصل وحتحصل ان شاء الله في الايام الجايه، لانه يمكن المستشفيات الموجوده تحت وزاره الصحه وفي القطاع الخاص مش مكفيه الطلب للرعاية الصحية. فأصبح لازم يكون الصيدلية بانتشارها اللي موجود في شوارعنا وفي مدننا لازم يكون أكبر بكثير من الدور اللي هي بتعمله حاليا. طيب دكتور، بالنسبة للصيدليات وعلاقتها بشركات التأمين، طبعا قبل الفاصل قبل الهوى كنا بنتكلم أنه هذا دور أساسي اللي طيب. يساعد في مثلا أنا عندي والدتي مصابة بمرض مزمن كالسكر على سبيل المثال، بروح الصيدلية بدالها. صحيح. من غير أي وصفة طبية بأطلب أدوية. صحيح. هي تكون مناسبة لسكر أو مثلا أدوية ضغط، أدوية شيء ثاني. صحيح. وممكن يعني اللي بيحصل أنه كيف أثق، يعني كيف الصيدلي بيثق فيني أو أنا بثق فيه ويصرف لي الدواء هذا وممكن ما يكون للشخص اللي المفروض يستخدمه. صحيح. صحيح. وهذا طبعا بنسمع عنه كثير وبيحصل يعني. صحيح. كثير يعني هذا الشيء، يعني الفائدة لهذا الناس فقط أو مين المستفيد أكثر؟ طيب. من هذا البروجكت الجديد اللي حضرتك تتكلم عنه. خلينا بس نتكلم على الفكرة أو الفكرة، العلاقة بين الصيدلية وبين شركات التأمين. يمكن هذا الشيء جديد مستحدث ما كان موجود زمان، اللي هو التعاون بين شركات التأمين والصيدليات
بانه هي كيف انه احنا نقدر نتفادى الحاجات اللي انت قلت عليها انه والله ممكن اي احد يدخل باي وصفه ويصرف اي دواء. فلا الموضوع محتاج يكون فيه مور سيستم ومور تنظيم اكثر من الوضع اللي موجود حاليا. فاحنا بنقول انه في الان علاقه اصبحت بين شركات التامين الكبيره وبين الصيدليات الكبيره على اساس انه يتم وضع نظام نعرف مين المرضى دول، مين مرضى السكر، مين مرضى الضغط، مين مرضى الكوليسترول، وايش الادويه اللي بياخدوها، وبتجي موافقات مسبقه للناس دي ان هي تجي تاخذ ادويتها لمده 3 شهور من الصيدليات. فكده بنمنع انه ممكن اي احد يجي باي وصفه ويدخل الصيدليه ويصرف الادويه دي. فبالتالي احنا بنتكلم على توجيه لموافقات مسبقه من شركات التامين للمرضى بعينهم ان هو يجي ياخذ الدواء من الصيدليه. وهذا يمكن شيء جديد لاول مره يحصل في السعوديه، واحنا الان بنطبقه على مستوى بسيط جدا. حنبدا ان شاء الله تعميمه في خلال النص السنه الجايه الى نهاية 2015 بإذن الله، أن نكون مغطين كل شركات التأمين والمؤمنين اللي موجودين تحتها. فنحن نتكلم تقريبا على أكثر من 10 مليون إنسان مؤمن تحت شركات التأمين، ضامنين أن هم بيأخذوا أدويتهم لمدة 3-6 شهور بشكل منتظم وبشكل مستمر، ما بيكون في أي مجال لأي أحد أن هو يأخذ أي صنف أو أي دواء ما يكون مناسب لحالته. طبعا هذا لازم الشخص يكون عنده في البداية تأمين طبي. صحيح، يعني غير التأمين الطبي ما تتوفر، لأنه هي التأمين الطبي احنا بنتكلم على قطاع خاص. القطاع الحكومي هو يعني مؤمن في المستشفيات الحكومية وبتعالج ولو وضعه في المستشفيات الحكومية، لكن احنا بنتكلم على القطاع اللي يمكن حصل فيه مشاكل كثيرة اللي هو القطاع الخاص. فمحاولة بس من الصيدلية انه هي يكون لها دور اكبر من دورها كمجرد جهة بتبيع أدوية، لا هي جهة الآن دخلت بتساعد الناس إن هي تأخذ أدويتها بشكل مستمر ومنتظم بشكل صحيح. خلينا نرجع نذكر المستمعين دكتور اللي حاب يتواصل معانا على STC 84 7700 موبايلي 640-660 وزين 7462-62. بالنسبة لحسابنا على تويتر ALIF ALIF FM، وجالسين نتكلم عن دور الصيدلية الجديد اللي تقدمه للمجتمع. مضيفنا لليوم الدكتور محمود أبو عيش، مدير إدارة التأمين لشركة النهدي الطبية وصيدلي إكلينيكي. طيب دكتور، من أكثر الأخطاء الدوائية شيوعا طبعا اللي هي من أكثر الأخطاء الطبية شيوعا هي الأخطاء الدوائية. طب هنا فين يجي دور الصيدلي في ممتاز. الأمان الدوائي؟ أحييك جدا على السؤال ده. برضو في دراسات بتقول لنا أهم أسباب اللي هي الغلطات الدوائية، في 50% من الحالات ما بيكون عارف الدواء تبعه إيش الفائدة منه أو إيش هو بيستفيد منه. ف50% عنده مشكلة في عدم العلم بالدواء ده إيش الفوائد تبعته. وال50% من الناس التانيين ما بياخد دوام لأنه أصلا ما رجع أخذ دواء مرة تانية، هو أخذ دواء الأول شهر وما رجع كرره في الشهور اللي بعد كده. دي اغلب يعني المشاكل اللي بتواجه الناس. دور الصيدليه هنا الان بتحاول الصيدليات الكبيره انه هي تستثمر في صيدلتها اكثر بتعليمهم كيف يعني الاصول الصيدلانيه، هو يتواصل مع العميل ويفهم الدواء ده ايش الفائده منه، ايش الاشياء اللي بعد عنها لما نيجي نستخدم الدواء ده، ايش الاشياء اللي استبعد انه هو مثلا ياكلها حتى لو كان بيستخدم دواء معين. فدور الصيدلي هنا بيكون حاجة اسمها فارماسي كونسلينج، أو اللي هو التحدث مع المريض على 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 المرض وعلى الدواء بحيث رفع المستوى التوعوي للناس. هذا واحدة من الحاجات المهمة جدا. طبعا مراقبة الـ أخذ الدواء باستمرار مع كل زيارة، يعني مع كل زيارة للعميل للصيدلية بيسأل الصيدلي إذا كان أخذ دواء باستمرار. يكون هذا دور كمان دور الصيدلي مش طبعًا بس الطبيب. طبعًا. يمكن هذا الشيء كان شيء غافل عن 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 القطاع الخاص إنه يستثمر في صيدلته كده، لأنه إحنا محتاجين إنه الصيدلي يكون روله أكبر أو دوره أكبر، إنه هو يسأل العميل أخذ دواك ما أخذ دواك، في أشياء واجهتك وأنت بتأخذ دواك، إيش الأشياء اللي بتمنعك إنه أنت تأخذ دواك. فدوره بيصير أكبر من إنه هو بس بيسلم الدواء للمريض وانتهى الموضوع على كده. لا، الموضوع اكبر، محتاج انه فعلا يكون لي تدخل اكبر من كده مع العميل في اخذ ادويته بشكل منتظم. وهو ده اللي احنا متمنين ان شاء الله في الفتره الجايه، وبنحاول ان احنا نستثمر فيه بشكل اكبر في مجموعات الصيادليات ان شاء الله. بنسمع كثير دكتور او بنشوف يعني اوقات الصيدلي يعني المريض لما بيروح للصيدليه ياخذ الدواء، في بعض الأحيان الصيدلي بيغير في الروشتة حقت الطبيب يعني. صحيح، مثلا بيقول له والله هذا الدواء الحين مو موجود عندي، ممكن تأخذ هذا الشيء بديل. صحيح.
طيب. أو يعني بيعطيه مثلا بيكون الطبيب كاتب الرشدة تمام، الصيدلي يعطيه علبتين ثلاثة أربعة يعني تمام. الطبيب ما بيكون كاتب كم علبة ممكن المريض يستخدمها بالضبط. هل هذا يعني دور الصيدلي أو يعني أنا ماني فاهمة الحكاية هذه، أحتاج توضحها لي المستمعين كمان. هي منظومة صحية كاملة المفروض تكون مشتملة على طبيب، مشتملة على صيدلي، ومشتملة على المريض اللي هو بياخد الدواء. يمكن هو في نقص في 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 النظام الصحي ده بين الثلاث الأطراف، وما في أي علاقة قوية جدا بين الثلاث الأطراف، فبالتالي ممكن يكون في غلطة من الدكتور إنه كتب الصنف بشكل مش صحيح، فبالتالي الصيدلي صرف واضح صنف مختلف، أو إنه صرف كتب الصنف بشكل صحيح لكن الدواء مش موجود فيه له بديل فبيتم أخذ البديل، أو إنه المريض أصلا ما بيلتزم يعني أخذ الدواء بس ما بيلتزم إنه بياخده. فهي منظومة من ثلاثة لازم يكونوا كلهم مترابطين، يترابط بين الطبيب وهذا الشيء اللي ناقص. هذا الشيء اللي ناقص عندنا إنه الطبيب في جهة والصيدلي في جهة والمريض برضه في جهة، فبالتالي ما في أي ربط بين الثلاث الأطراف دي، وهو ده الشيء الناقص عندنا اللي الفرق بيننا وبين صراحة الدول اللي متقدمة في القطاع الصحي بالذات، إنه سيستم واحد هو رابط كل الأطراف دي. هذا الشيء مش موجود عندنا. الوصف مجرد تطلع من الطبيب خلاص كده هو أخلى مسؤوليته، من يوم الصيدلي صرف الدواء هو أخلى مسؤوليته، بالمقابل لا العكس، المفروض يكون كل واحد مسؤول عن الخطوة اللي بتحصل بعد كده يعني. وهذا الشيء اللي احنا مفتقدينه هنا يعني. طيب وفي المشروع الجديد إن شاء الله راح يتوفر هذا؟ طبعا، لأنه النظام ده هو رابط الثلاث الأطراف، وكمان دخل طرف رابع منظم حتى للموضوع اللي هو شركات التأمين. أصبحت العلاقة بين أربع أطراف مش بس بين ثلاث أطراف، بين الدكتور وبين الصيدلي اللي بيصرف وبين شركة التأمين اللي بتدفع قيمة الأدوية وبين المريض اللي بيستهلك الأدوية. فبالتالي بمجرد ما تكتب الوصفة من عيادة الدكتور بتروح لشركة التأمين، شركة التأمين بتعمل موافقة خطية مكتوبة بشكل واضح جدا بالأصناف بالكميات بكل شيء للعميل. العميل بيزور الصيدلية وبياخد دواء لمدة 3 شهور مع الزيادة التوعوية للأدوية هذه، فبالتالي أصبح فيه ترابط بين الأربع الأطراف دي اللي ما كان موجود قبل كده. فهي بداية يعني على قولهم ثمرة لشيء إن شاء الله حيكون كبير بإذن الله في المستقبل. بإذن الله إن شاء الله. نذكر مستمعينا من جديد اللي حاب يتواصل معانا على STC 84-7700 موبايلي 640-660 وزين 7462-62 بالنسبة لتويتر ALIF FM. دكتور رح نطلع فاصل قصير ونرجع طبعا مكملين حلقتنا لليوم، فاصل وراجعين. بابا تألف مع سحر عبد الله، مكملين معاكم حلقتنا لليوم مع ضيفنا الدكتور محمود أبو عيش مدير إدارة التأمين لشركة النهدي الطبية وصيدلي أكلينيكي. كنا جالسين نتكلم عن دور الصيدلية الجديد اللي تقدر تقدمه للمجتمع وإعادة صرف الدواء بالنسبة للأمراض المزمنة. دكتور كنا جالسين نتكلم قبل الفاصل عن دور الصيدلي وطبعا في الأمان الدوائي والكلام هذا كله. طبعا كثير من الناس يمكن ما تروح مستشفى أساسا، تروح الصيدلية والصيدلي هو اللي يشخص، هو اللي يكتب الدواء طبعا أكيد لأنه يعني أقل تكلف على الناس، وكمان أنه بيقدم خدمات بدون مقابل. صحيح. يعني ما الواحد ما يدفع على كشفية في صيدلية. صحيح. يدفع على الدواء بس. صحيح. وحضرتك ذكرت قبل وإحنا يعني برا الهوى أنه من المفروض أنه يكون في صيدلي إكلينيكي في الصيدلية. طيب. طب أنا ما فهمت يعني إيش الفرق أساسا بين الصيدلي اللي أنا بشوفه لما أروح. طيب اولا هو موضوع سهوله الوصول للصيدلي والصيدليه هو سلاح ذو حدين، يا اما انه يتاخذ بشكل سلبي او يتاخذ بشكل ايجابي. انه يتاخذ بشكل سلبي لو كان الصيدلي ده فعلا واقف في الصيدليه مش مؤهل ان هو يتكلم على الامراض او ان هو يشخص حاله، مش يشخص، بنتكلم انه يتكلم عن صحه المريض عن طريق خبره صيدلانيه، وممكن يكون سلاح يعني لجانب ايجابي جدا انه الصيدلي يكون فعلا مؤهل، يزود وعي المريض، يخليه يلتزم بدواء، فبالتالي يقلل المضاعفات اللي ممكن تكون للمرض اللي هو موجود فيه. فهو سلاح ذو حدين. الفرق بين الصيدلي العادي والصيدلي الاكلينيكي هو سيمبلي انه الصيدلي الاكلينيكي يعني ماخذ في دراسته شيء زياده على الصيدلي العادي، انه هو يعني ماخذ دور طبي اكثر من دور الصيدلاني العادي اللي موجود في الصيدليه، فبالتالي هو
مؤهل إن هو يتكلم على يتكلم على مرض، يتكلم على أعراض، يتكلم على أدوية، على تداخل أدوية مع بعض. وده نقطة جدا جدا مهمة، كيف إن الدوائين ممكن يأثروا على بعض لو اتاخدوا لمريض واحد. يمكن الصيدلي العادي ما عنده الخبرة دي، لكن الصيدلي الكلينيكي ملم بالحاجات هذه كلها ويقدر يفرق بين الأدوية اللي فيها يعني تعارض مع بعض والأدوية اللي ما فيها تعارض مع بعض. فبالتالي وجوده في الصيدليات المجتمع اللي موجودة في الشوارع مهم جدا 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 لسهولة دخول الناس للصيدليات دي. في بعض الصيدليات تم تطبيق فعلا الشيء ده فيها، وحوالي تقريبا في مجموعة صيدليات كبيرة جدا عندها صيدلي كلينيكي موجود جوه الصيدلية، وبعض الصيادلة متدربين تدريب إضافي على التدريب اللي هم مخطينه عشان يقدروا يتواصلوا مع الـ مع الـ مع المرضى ويتواصلوا معهم في أدويتهم. يعني المفروض يكون في تقييم مستمر وتدريب متواصل. طبعا هذا شيء مهم جدا، وهذه واحدة من النقاط اللي القطاع الخاص في الصيدليات بالذات لازم يستثمر فيها. انه والله مش مجرد انا جبت الصيدلي ووقفته في الصيدلية وخلاص انتهى الموضوع على كده، لا، لازم الموضوع يكون فيه استثمار، يكون فيه التعليم، التقييم مستمر حتى لأدائه، لتواصله مع الناس، كم عميل تواصل معاه اليوم وقدر ان هو يعطيه معلومة مفيدة عن الضغط، عن السكر، عن السمنة، حتى عن عن الجمال مثلا يعني. فهي مسألة مش بس والله مرض وخلاص، لا، حتى الصحة العامة للإنسان. يعني الصيدلي ملم تقريبا بأغلب الحاجات دي كلها، فمحتاج ان هو يتدرب اكتر اساس انه يفيد المجتمع بشكل اكبر من اللي حاصل حاليا يعني. طيب دكتور، بالنسبة للصيدلي العادي، طبعا بغض النظر إذا في تقييم مستمر وفي تدريب متواصل، بس يعني هو إيش بالضبط يعني وجوده في الصيدلية كبائع فقط؟ المفروض إنه ما يتدخل في أمور الأدوية وصرفها، يعني مجرد إنه بس يكتب الدواء زي ما هو موجود في الرشدة حقت الطبيب. هو حاليا زي ما حضرتك بتقولي فعلا هو يمكن الدور اللي موجود حاليا عليه الصيدلي. يعني انا اقصد كيف اثق في الصيدلي؟ انا ادخل الصيدليه احيانا اكون ماني فاهمه الروشته حقت انا. شوفي حاليا طبعا هو الصيدلي اساسا لازم يكون يعرف يقرا الوصفه، هذا واحده من الحاجات الاساسيه اللي لو الصيدلي ما يعرف يقرا الوصفه. الطلاسم الغريبه صح؟ اي بالضبط، الطلاسم اللي هو ما نعرف نقراها. أيوه. بالضبط. فلو الصيدلي ما كان عارف ان هو يقرا الوصفه ويعطيك الدواء اللي مكتوب في الوصفه، فهذه مشكله كبيره جدا. انا ما اعتبره صيدلي بصراحه لو ما قدر ان هو يعني يكتب يعني يقرا اللي موجود في الوصفه. فهو دوره حاليا ان هو يقرا الوصفه اللي موجوده ويطلع لك نفس الادويه بالتركيز الصحيح عشان تاخديها زي ما قال لك الدكتور. هذا حاليا فعلا هو ما نقدر نقول بياع، قد ما نقدر نقول هو مجرد وجوده لصرف الادويه اللي ما حد بيقرا الوصفه دي غيره هو. فبالتالي هو اللي فيد الموضوع ده. لكن اللي احنا بنقوله المفروض يكون دوره هذا، ودوره بلس إن هو يتواصل مع الناس ويتكلم معاهم في أمراضهم، في صحتهم، كيف يأخذ الدواء بالشكل الصحيح، يتفادى إيش مع الدواء ده، إيش الدواء تداخله مع الدواء الثاني. هذا اللي حاليا مش موجود والصيدلي العادي ما بيعمله. اللي بيعمله بس اللهم إن هو بيقرأ الوصفة، بيطلع الأدوية زي ما كتبت من عيادة الطبيب وبيصرف لك إياها وانتهى الموضوع عليك. وهذا اللي إحنا بنحاول إن إحنا نغير. يعني بيحاول يكون لنا دور كمجموعة صيدليات كبيرة إنه إحنا يكون لنا دور، لا، انه خلي الصيدلي هنا عباره عن مقدم صحه اولي او هيلث برايمري هيلث كير بروفايدر، ان هو وجوده مش بس واحد بيصرف، لا، واحد من المنظومه العلاجيه الكامله اللي موجوده في المملكه العربيه السعوديه. فهذه واحده من الحاجات اللي احنا معتبرينها مسؤوليه اجتماعيه على الصيدليات النهد ان هي تكون لها دور فيها يعني. طيب دكتور، بتقدموا اي يعني برامج توعويه اللي هو الدور الصيدلي الكلينيكي اللي حضرتك ذكرته؟ بالضبط. طبعا حاليا في اغلب الصيدليات موجود، بما انه هذا من ضمن المشروع. بالضبط. اللي انتم بتقدمون عليه، اللي تقدم شركات النهدي الطبيه. بالضبط. في يعني وفرتوا فيه اساسا توفير كثير صيدليين. بالضبط. يعني التخصص هو هذا هو في صيادله او في مجموعه صيدليات حيتم اطلاق مشروع. طبعا ده في ناس مسؤولين عنه بشكل كبير جدا، لكن فكرته العامه انه يكون في صيدليات لصيادله معينين مختصين بالدايبيتس او بالسكر، لانه هو اغلب الـ 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 الامراض اللي موجوده عندنا هي مرض السكر والضغط، لكن السكر بشكل كبير جدا. انه يكون في صيادله متدربين تدريب قوي جدا ومختين حاجه اسمها دايبيتس ايدوكيشن بروجرام، اللي هو يكونوا اخصائيين سكر بشكل بسيط جدا، بحيث انه هو يقدر يكون لي المؤهل اللي يتواصل فيه مع مرضى السكر ويتناقش معهم في مرضهم ويعطيهم النصائح ويعمل لهم حملات
معينة جوا الصيدليات دي بحيث ان هم يعرفوا عن مرض السكر اكثر ونحاول ان احنا نتفادى المرض ده في السنين الجاية ان شاء الله باذن الواحد الاحد. طيب دكتور بالنسبة لي يعني بنسمع يعني كثير في او وظيفة الصيدلي في الدول الثانية يعني يمكن امريكا على سبيل المثال، يعني الصيدلي يعد الأدوية ويجهزها بالنسبة للمنومين في المستشفيات الأمراض صحيح. المزمنة ويرتبها صحيح. حسب طبعا تاريخ الانتهاء ومدى خطورتها صحيح. بس اللي بيحصل هنا أنه بيستلم الوصفة وبيصرف الدواء صحيح. إيش رأيك؟ هل إحنا لسه ما إحنا مجهزين؟ والله موضوعك ده صراحة زعلني كثير لأنه أنا صيدلي كلينيكي وهذا الدور الحقيقي للصيدلي الكلينيكي فعلا في المنظومة الصحية، لكن حاليا هنا في السعودية مش مطبق. اللي بيحصل انه جوه المستشفيات هو مش مطبق او ما في كفاءات أو لا في كفاءات أيوه. انه احنا فعلا في عندنا كلية صيدلة خرجت من 1400 تقريبا و24 وهي بتخرج دفع صيادلة اكلينيكيين، ولكن الاغلب راحوا في جهات مختلفة ما راحوا للمجال ده لانه فعلا ما في تطبيق فعلي لدورهم اللي تعلموه في 6 سنين ان هم يطبقوه فعلا على ارض الواقع في المستشفيات. للأسف أنه مش مطبق، لكن فعليا زي ما حضرتك قلتي هو دور الصيدلي أنه هو فعلا يرتب الأدوية ويراقب الناس أنهم بياخدوه بشكل مستمر. وجوده مع الدكتور تقريبا بياخد 30% من شغل الدكتور اللي هو فيما يختص بالأدوية، لكن هذا الكلام مش موجود عندنا. الممرضة هي اللي بتعطي الدواء للمريض بالضبط، حل محل الصيدلي الكلينيكي. هي منظومة صحية فيها نقص في الحتة دي بالذات، فمتمنى ان شاء الله انه الايام الجايه تثبت يعني كفء الصيدلي الكلينيكي ان شاء الله انه يطبق الخدمات دي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. نرجع نذكر المستمعين اللي حاب يتواصل معانا على STC 84 7700 وموبايلي 640 660 وزين 7462 62. كمان عن طريق حسابنا على تويتر على ALIF FM. وذكركم أننا راح نبدأ نستقبل اتصالاتكم على 012-61-61-100 ومن الرياض 011-217-85-85. جالسين نتكلم عن دور الصيدلية الجديد اللي تقدر تقدمه للمجتمع والصيدليات وشركات التأمين، وكمان بالنسبة لإعادة صرف الدواء بالنسبة للأمراض المزمنة، مع ضيفنا لليوم الدكتور محمود أبو عيش مدير إدارة التأمين لشركة النهدي الطبية وصيدلي إكلينيكي. رح نطلع فاصل قصير دكتور ونرجع نستقبل الاتصالات. أرجع عيد الأرقام مرة ثانية على 012-61-61-100 ومن الرياض 011-217-85-85. فاصل وراجعين. مع سحر عبد الله معكم مستمرين مستمعينا الكرام في حلقتنا لليوم مع ضيفنا الدكتور محمود أبو عيش مدير إدارة التأمين لشركة النهدي الطبية وصيدلي إكلينيكي. كنا جالسين نتكلم عن دور الصيدلية الجديد اللي تقدر تقدمه للمجتمع، ونتكلم كنا برضو نتكلم عن الصيدليات وشركات التأمين. وأذكركم اللي حاب يتواصل معنا على 012-61-61-100 ومن الرياض 011-217-85-85. وخلينا دكتور ناخذ أول اتصال لليوم معنا محمد. ألو يا محمد. طيب راح محمد شكلا قطع معاه الخط، انتظر كثير. محمد تقدر ترجع تتصل علينا مرة ثانية، خلينا نشوف في اتصال ثاني. نقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا يا أم نادية. الله يوفقك، كيف حالك يا سحر؟ خير الحمد لله، كيفك يا أم نادية؟ الله يسلمك، نشكركم والله بكل ما تعنيها كلمة من معنى، الله يوفقكم إن شاء الله. آمين يا رب، تسلمين لنا يا أم نادية، خليك لنا. وضيوفكم الكرام اللي تتعبون معاهم يتعبون معاكم، الله يوفقهم إن شاء الله. تسلمين لنا، شكرا لك يا أم نادية. دكتور محمود. حياك الله. تفضل يا أم نادية. كيف حالك؟ الله يوفقك، بس عندي سؤالين. تفضل يا أختي. الله يوفقك، إذا الحين عليك شو وش أحسن؟ ذا الحين العلاج اللي نشتريه من بلاش، يعني نشتريه من الصيدلية باغل الأثمان ولا الحكومي اللي بلاش، يعني وش الفرق بينهم؟ ذا الحين في علاج نشتريه من الصيدلية يكون غالي يعني، وفيه علاج ناخذ من الحكومة برضه، هل هو نفس المفعول؟ والسؤال الثاني دكتور،
وش رايك في العلاجات المسكنه حقت الصداع؟ هل لها اثار جانبيه في المستقبل؟ اوه هذا موضوع كبير وجيد طبعاً. ويعطيك العافيه ام ناديه اللي فعلا فتحت مجال ان نقدر نتكلم طبعاً. عن المسكنات وكثرتها دكتور محمود، ايش رايك فيها؟ طيب انا حبدا بس من السؤال الثاني اللي هو المسكنات، وفعلا هو موضوع مهم جدا اللي يمكن اغلب الناس اول ما يجي له اي صداع او اي الم بسيط جدا بيستخدم المسكنات على طول. وده طبعا بيأثر، لأن في الاول وفي الاخر الادويه دي عباره عن ماده كيميائيه الواحد يستخدمها اكيد يتعود عليها ويدمن عليها كمان. يتعود عليها، وحتى نفسيا يقول انا من يوم ما يجيني الم لازم اخذ العلاج ده بدون ما يعطي فرصه الجسم انه هو يعني جسم طبيعي سبحان الله بيخفف الالام البسيطه الى المتوسطة، لكن الآلام الكبيرة جدا فعلا محتاج الجسم مساعدة من دواء إن هو يقلل له الألم ده. بس هو يعني للأسف هي عادة أصبحت أكثر من هي نظام علاجي. إن هو دكتور في ناس بتاخذ المسكنات بدون حتى ما تحس في ألم، إيه طبعا يعني بتعود تقريبا بشكل يومي الناس. بالضبط لأنه خلاص بيقول عشان لا يجيني الألم فأنا أخذ الحبة من دحين أساس إنه لا يجيني الألم بعد كده. وده طبعا شيء غلط، لأنه في الأول وفي الآخر بيأثر بشكل أو بآخر على الجسم، لأنه كل جسم لي بيتفاعل مع الأدوية بشكل مختلف عن الجسم الثاني. لكن هي مادة كيميائية بتدخل جوه جسمنا، محتاجين إن إحنا ما ناخدها إلا لما تكون الأمور خلاص واصلة المراحل صعب إنه الواحد يقدر يتحمل الصداع أو الألم أو whatever. فبنحاول إن إحنا نبعد عن الأدوية دي بأكبر قدر ممكن، يعني وتأثيرها بيكون سلبي جدا على الجسم في المستقبل. وبتأثر لو الواحد أخذها بدون لازمة؟ إيه طبعا طبعا بتأثر، لأنه الجسم أصلا بيكون يعني ما في حاجة أساس إنه الدواء ده إنه يعني أعتبر إنه الألم عبارة عن كرسي والدواء ده بيدخل جوه كرسي عشان إنه هو يخففه. لكن لو ما في الكرسي ده مش موجود، حيفضل الدورة الدموية موجود فيها الدواء لكن ما هو مستفيد منها ولا أي حاجة، فبالتالي ممكن يأثر على صحة الإنسان. هذا يخلينا يعني فتح لنا باب إن إحنا كمان نتكلم عن الأدوية اللي الناس بتأخذها أو بنسمع كثير ناس بياخذونها وهم ما هم بحاجة لها، أو تكون أدوية لمرض معين أو شيء معين وبيستخدمونها ناس ما بيعانون من المرض هذا. بالضبط دكتور بالضبط. حنرجع نتكلم عن الموضوع هذا طبعا، بس في حناخذ اتصال. أرجع أذكركم مستمعين اللي حاب يتواصل معانا على 012-61-61-100 ومن الرياض 011-215-85-85. طيب دكتور في شيء ما تكلمنا عنه اللي دور الصيدلي بالنسبة لكبار السن. حضرتك ذكرت ببداية الحلقة إنه في يعني من طبعا واحدة من الأشياء اللي هي إعادة صرف الدواء وبالنسبة للأمراض المزمنة، ومهم برضو بالنسبة لكبار السن صحيح. خاصة اللي ما يراجعون الطبيب بشكل صحيح. مستمر صحيح. طيب أول حاجة لما نتكلم على كبار السن فإحنا بنتكلم على الأمراض المزمنة بشكل كبير جدا اللي هي الضغط والسكر والكوليسترول والكلام ده كله. ولما نيجي نتكلم برضو على الأدوية دي بنتكلم على نقطة من النقطتين. النقطة الأولى إنه الناس عادة بالذات مرض الضغط، لأنه الناس ما بيحسوا بالموضوع ده إلا لما تحصل أزمة كبيرة. فلو ما أخذ دواء اليوم أو ما أخذ دواء اليوم اللي بعده أو اليوم اللي بعده ما حيحس بمشكلة كبيرة جدا، مع أنه جوه الجسم بتحصل أشياء كثيرة جدا بتأثر عليه. فعدم الإحساس بخطورة الموقف بيخلي كبار السن بيمتنع أنه هم ياخدوا الأدوية دي. فهنا دور الصيدلي ودور الصيدلية بشكل عام اللي هي واحدة منهم زي ما قلت حضرتك لإعادة صرف الدواء، إن إحنا نضمن إنه الأدوية دي وصلت للمريض لمدة شهر أو لمدة 3 شهور. الحاجة الثانية اللي هو التواصل أو تعريف الكبير في السن ده إيش الضرر إنك أنت ما تأخذ دواء. وهذه نقطة جدا مهمة، لأنك زي ما قلت سهولة الدخول للصيدلي بتسهل وصول المعلومة طبعا. فلو الصيدلي قدر إن هو يوصل المعلومة إنه قد إيش خطر عدم أخذ الدواء ده على صحة كبير السن ودخوله في مضاعفات وبعد يصير يدخل التنويم في مستشفيات، بيقلل كثير من وهذا كلام دراسات مش كلام تشاتين بس، لا في دراسات عملت فعلا على كبار في السن أخذوا معلومات من صيادلة وبدأوا يطبقوه فعلا، قللت تقريبا 40-50% من احتياجهم لدخول المستشفيات كتنويم. فبالتالي كبير السن ضروري جدا ان هو يتعلم على طريقة اخذ الدواء واخذ الدواء في الوقت الصحيح
وهذه كلها واحدة من الحاجات اللي الصيدلي لازم يكون لي دور فيها. كمان لازم يعرف انه ليش جالس ياخذ. يا سلام عليك. بعضهم بياخذون الأدوية والله ما أدري يمكن هذا يخفف لي ألم رجلي، يعني ما هم عارفين حتى الدواء إيش بيفيدهم، فكذا بيجي الإهمال. بالضبط. والدكتور ما بيقدر إن هو يقعد مع كل مريض ويشرح له بالضبط الدواء ده ليه والدواء ده ليه والدواء ده ليه. الصيدلي هنا لازم يكون لي رول الأكبر والدور الأكبر، إن هو ياخذ 15 دقائق مع كل عميل أو كل مريض يتواصل معاه يقول له الدواء ده للضغط، حتى ممكن يعلمه بلون الحبة. يعني أحيانا في ناس يقول لك الحبة الحمراء حقت الضغط والحبة الحمراء حقت السكر. فبالتالي التعليم المستمر للمرضى عن أمراضهم المزمنة برسائل الجوال، هذه طبعا دور الكوربريت أو مجموعة الصيدليات إن هي تتواصل مع الناس، ترسل لهم رسائل وإيميلات ورفع للتوعية للأمراض المزمنة يعني. طيب دكتور خلينا نشوف مين في متصل معانا. معانا أحمد. مرحبا. مرحبتين، هلا وسهلا فيك يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا دكتور. على الفلترين له مضاعفات جانبية يعني في المستقبل. تمام. طيب هو الفلترين خويا عبارة عن يعني دواء خافض أو مرحبا. ألو أحمد، أكيد حيسمعنا عن طريق الراديو، تفضل دكتور. الفولترين هو عبارة عن دواء نفس اللي سألت عنه أم نادية اللي هو مسكن ألم. فبالتالي إحنا بنتكلم برضو استخدامه بشكل ما له داعي أو لألم بسيط جدا ممكن يكون لي تأثير سلبي. صحيح خفض لك الألم في وقتها، لكن جسمك حيفضل يحاول يتخلص من الدواء ده لمدة كبيرة جدا من الوقت. فبالتالي بغض النظر عن الفولترين أو أي مسكن ألم ثاني زي الفولترين، استخدامه بدون أي لازم أو أي داعي أو أي مشورة من الطبيب ممكن يدخل الإنسان في مضاعفات هو في غنى عنها يعني. فاستخدام الأدوية دي تحت إشراف الطبيب بيكون بشكل أفضل بكثير من استخدامه العادي لأي واحد يدخل الصيدلية ويشتري فولترين عشان ألم معين. صحيح، يعني هو بيناسب كل، هو مسكن بالنسبة لكل الأعراض يعني تقريبا لاي اللي بس اقوى من غيره، اقوى من البنادول، اقوى من البنادول او الحاجات اللي زي البنادول والفيفادول والحاجات دي يعني. كاتيجوري ثاني او نوع ثاني من مخفضات الالم او مسكنات الالم. طيب دكتور نشوف مين بعد احمد. ابو محمد، بس الصوت عندك شويه عالي، فاتح شباك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابو محمد. الصوت مرة ما هو صافي عند أبو محمد، تقدر ترجع تتصل فينا إن شاء الله مرة ثانية. في اتصال ثاني. طيب معنا فيصل. يا أهلا وسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا. أهلا فيك أختي. هلا وسهلا فيك، تفضل. يتفضل أخوي. تفضل حبيبي. الله يديك العافية. كيف حالك دكتور؟ حياك الله حبيبي، الله يسعدك. الله يديك العافية دكتور. بس دكتور عن الكورتيزون، هل هو مسكن ولا علاج الكورتيزون؟ هل استخدامه فترات طويلة يعني يأثر تأثير يكون يعني قوي على الجسم؟ ممكن أسألك بس إيش الحالة أو إيش المرض اللي لأن الكورتيزون ليه أمراض كثير ممكن هو يعالجها؟ أو أيوه، هي عندها مرض الذئبة الحمراء. أوكي. فمصرفي لها كورتيزون. تمام. أيوه، فيعني لها فترة الآن تستخدم يعني، فأنا بنتأكد هل هو يعني مسكن أو علاج لنفس المرض؟ طيب. هل استخدام الفترات طويلة يعني أثر على الجسم؟ طيب. بالنسبة للكورتيزون هو عبارة عن دواء خافض الالتهابات، وجود أي التهابات معينة في الجسم بيكون هو مش بس مخفف للألم، لا هو معالج أو علاج فعلا لأي حالات التهاب ممكن. هل هو مضاد حيوي؟ لا، ما هو مضاد حيوي، لا هو مضاد للالتهابات فقط تختلف أو أنت إنفلاماتوري. فبالتالي أي التهاب موجود جوا الجسم بيكون هو بغض النظر عن نوع الالتهاب هو بيكون مضاد للالتهاب ده، فهو معالج وليس مخفف ألم. استخدامه على مدى طويل طبعا بيأثر على الجسم لأنه له تأثيرات جانبية على المدى الطويل، استخدامه بيكون له أثار جانبية. فهو بيستخدم عادة ككورس لمدة 5-10-12 يوم 20 يوم على حسب الدكتور وعلى حسب الاحتياج والدكتور وتشخيصه للحالة. هو ما هو زي البنادول أو الفولترين أو whatever، لا هو دواء فعلا معالج وليس مخفف ألم. فاستخدامه على المدى الطويل طبعا بيكون له تأثيرات كبيرة جدا جدا على الجسم يعني. هل هو بيزود مويات؟ احنا بنسمع كثير انه طبعا وحنا الاعراض الجانبية الكبيرة جدا من سوء الاستخدام او من كثرته دكتور. احيانا بيكون يعني استخدامه لازم عشان يعالج مرض كبير جدا، فلازم استخدامه لفترة طويلة جدا على حسب طبعا ما الطبيب بالضبط. فهنا يحسبوا حاجة اسمها ريسك بنفيت مانجمنت، اللي هو قد ايش الفائدة من الضرر. لو كان فائدته اكبر من ضرره لازم يتم استخدامه، اما لو كان ضرره اكبر من فائدته ف
فبيتم الاستغناء عنه بأي دواء بديل تاني. لكن هو دواء يعني حتى في حالات كثيرة يعتبر سحر. واحدة من الحاجات مثلا لو مريض جاله حساسية من دواء معين أول شيء بيستخدموا الكورتيزون على طول دايركت عشان هو يشيل يعني الالتهاب بشكل سريع جدا جدا. يعني مجرد ما تسحب الكورتيزون من الجسم بتلاقي الحساسية راحت اختفت تماما. فهو لا هو الدواء سحري بس خطير جدا على 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 صحة الإنسان لو استمر إنه يأخذه لفترة طويلة جدا. فعادة الدكاترة في أغلب العلاجات بتكون لفترة معينة بعد كده بيبدأ يقللوا الجرعة حقته تدريجيا إلى أن ينسحب من الجسم يعني. طيب دكتور خلينا نشوف اتصال ثاني كمان معنا. حنان. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا فيك يا حنان. كيفك يا حنان؟ تمام الحمد لله. دوم إن شاء الله يا رب. تفضل أختي. أنا مشكلتي مع صداع الرأس. أنا راسي يعني اليومية لازم أخذ لي حبتين يعني كل يوم يعني كل يوم يوجع راسي يعني ما أقدر أفتح عيوني إلا ما أخذ الحبوب ما أدري شو أسوي له. طيب أنا في حالة زي كده شيء مزمن جدا أتمنى أنك تزور دكتور متخصص في المخ والأعصاب إذا فعلا الموضوع يعني كبير لهذه الدرجة وأنت ما بتقدر تفتح عينك. فأتوقع أنه حتى الموضوع الأدوية ما هو هو الحل بالنسبة لك. فبالتالي أنت محتاج تزوري دكتور مخ وأعصاب يشخص حالتك ويشوف إيش المشكلة فين بالضبط. فأتمنى لك إن شاء الله السلامة يا رب بإذن الله. صحيح دكتور في ناس كثير بتقول لك صداع عادي صداع ليش أروح يعني طيب هنا فدوى معانا في مهندسة الصوت بتأشر فاصل راح نطلع فاصل ومكملين حلقتنا لليوم. أذكركم اللي حاب يتواصل معانا على 012-61-61-100-011-217-85-85 فاصل وراجعين. مع سحر عبد الله مكملين معاكم حلقتنا لليوم مع ضيفنا الدكتور محمود أبو عيش مدير إدارة التأمين لشركة النهدي الطبية وصيدلي إكلينيكي. من جديد نذكركم مستمعينا الكرام اللي حاب يتواصل معانا على 012-61-61-100 و011-217-85-85. دكتور قبل الفاصل كان في متصلة تكلمت عن المسكن والصداع والكلام هذا وقالت انه يعني مهما بتاخذ ما بيخفف وحضرتك ذكرت يعني قلت لها انه المفروض تشوف دكتور مخ واعصاب. طيب المسكنات هذه يعني كثير من الناس بتاخذها بتسكن الالم ساعة ساعتين وبيرجع اقوى. يعني هل الجسم عشان تعود عليه المفروض تغير النوع او انها يعني تسبب لها نوع من يعني في ناس طبعا بتاخذها زي ما قلنا من غير ما تحس بالم اصلا تمام. يعني لا متعود عليه خلينا نقول يعني مدمنة عليه ولا ايش بالضبط؟ بالضبط. اولا الموضوع السحر ما له علاقه بادمان الشخص على المسكنات لانه المسكن هو يعني اتعمل عشان انه يسكن الام معينه او يسكن نوع معين من الالام. لو تم اخذ الدواء ده وسكن لفترة معينة لكن ما خفف الألم بشكل كبير جدا معناته أنه في شيء غير الألم اللي الدواء ده مصنوع عشان. يعني لو قلنا مثلا أنه في دواء مصنوع عشان يعالج صداع جاء صداع وأخذ المريض نفس الدواء ده لكن ما جاب معه نتيجة هذا مو معناته أن الدواء مش شغال أو أنه هو أدمن على الدواء. لا أنه في مشكلة تانية جوه المخ مش معروف إيش هي غير أن الصداع العادي للنظر ولا لإيش ما كان في سبب تاني مخلي انه الدواء ده مش افكتيف في الحاله هذه. فبالتالي لازم يكون في كشف ايش السبب صح. اللي بسبب الموضوع ممكن يكون في دواء تاني بعيد عن مسكن الم هو اللي ممكن يعالج الحاله دي. فبالتالي هذه برضو نقص توعي انه خلاص انا مجرد ما يجيني الم هو ده الدواء اللي حيسكن لي ما خلاص مسكن لمده ساعات بالزبط. وبيرجع بالزبط. فبالتالي واضح كده انه الدواء ده مش معمول عشان الحاله دي لا في شيء لازم يكون تاني غير الدواء ده. فبالتالي انه محتاج الطبيب هو اللي يحلل الحاله هذه. طبعا هنا يرجع دور الصيدلي في الموضوع ده طبعا لان طبعاً. اوقات الصيدلي يقول للمريض جرب والله خلاص طيب ما فاد معك هذا جرب بالضبط هنا يعني. لا لازم يحوله للدكتور يقول له انت محتاج ترجع للدكتور عشان تشوف ايش الحاله بالضبط والله لو كتب لك دواء ثاني تعال اصرفه من عندي وهذه حتكون من ضمن الخدمات اللي ان شاء الله راح توفرونها طبعا. باذن الله ان شاء الله دكتور. طيب خلينا ناخذ اتصال نشوف مين معنا الحين. محمد. الو يا محمد. طيب راح محمد في محمد من جديد.
الو يا محمد. هلا كيف صار؟ هلا سهلا، فينك يا محمد؟ من اول بقول محمد. كيفك يا محمد؟ والله تمام، دوم ان شاء الله اخوي. تفضل محمد. تمام، ازال الدكتور هنا. اي تفضل اخوي، انت على الهواء. اي لا الدكتور عندي وجع راس في الراس. اها. واستخدم الحبوب والله ما يسوي شيء، وجع راسي في مكانه. راسك في مكانه يا محمد. طيب اخوي محمد، كنا لسه جالسين نتكلم عن موضوع الصداع المزمن المستمر، والدكتور نصح انه الواحد زي ما قلت دكتور يزور دكتور بالضبط مخ واعصاب، لانه لا تفضل تتعب جسمك انك تفضل تاخذ الدواء وتفضل تاخذ وتاخذ وتاخذ وما في فادي، جسمك بيتضرر لكن انت ما بتستفيد. لكن لو تعرف اللي على قولهم، لو عرف السبب بطل العجب، لو الواحد عرف ايش السبب اللي عامل الصداع ده، لانه صداع هو مجرد عرض وليس مرض. ممكن لاي سبب جوه الدماغ سبب الصداع ده، ممكن ضعف نظر، ممكن مشكله في مشكله في اعصاب المخ نفسها هي اللي بسبب الصداع دي. فمحتاج ان الطبيب هو اللي يكشف ويعرف ايش المشكله بالضبط، وبناء على اساسه يتم العلاج بالشكل المناسب للحاله. ما ينفع انه اي صداع هو نفس الدواء نتوقع انه هو كل ما ناخذ منه حيجيب نتيجه، هو في الاول بس بيتراكم جوه الجسم لكن ما حد بيستفيد منه شيء. صحيح. فنفس النصيحه للاخت اللي قبل تجعلنا اضرار كثيره، فنفس النصيحه للاخت اللي قبل كده، انك ترجع لطبيب مخ واعصاب تشوف ايش المشكله بالضبط، وعلى اساسه يتم اختيار العلاج المناسب لحالتك ان شاء الله باذن الله. طيب في خلينا نشوف من معنا الحين ابو هيثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. الله يخليك، ممكن أكلم الدكتور؟ تفضل أخوي، أنت على الهواء معنا. الله يخليك الدكتور، سلمك الله. أنا جاني قبل فترة ألم في الحلق وألام شبيهة بالروماتيزم. تمام. فصرف لي الدكتور مسكن اللي هو البروفين، معروف قوة تقريبا 400. 400 معروف. بعد فترة كذا بعد ما أكلت البروفين زادت معي الحالة، جاني حتى زي الكتمة في الصدر، ألم في العيون، ألم في الرأس. لما رحت لما المستشفى أخذتني أخذت مغذيات وأعطوني أدوية مختلفة عن الأدوية اللي فرضها لي الدكتور الأول. تمام. قال لي طبيب الحنجرة بالنسبة للحل، قال لي إن عندك حساسية من مجموعة قال لي عندك حساسية من مجموعة الأنتروماتيك. أنا ماني عارف وش ال ولا فهمة. طيب. قال لي كذا، قال انت اي مجموعه من الانتروماتيك انت عندك حساسيه منها ما تاخذها ابدا. تمام. ودي اعرف وش المجموعه الانتروماتيك هذا لو تكرمت. طيب. سيمبلي هو البروفين، هو برضو ماده مخفض للالم، تابع حاجه اسمها نينسترويد الانتي انفلاماتوري ديزيز اللي هي اللي تكلم عليها الدكتور، هي فيها جروبات كبيره جدا لنفس الماده الفعاله، ممكن بس ما حدينا الوقت ان احنا نسردها كامله، لو حاب ان انا اعطيك هي بعد بعد الهوا للليست كامله بنفس الجروب هذا. طب عفوا دكتور، هو بالنسبه له يعني اي دواء يقدر يقرا من وراء مكتوب ان هذه الماده طبعاً موجوده؟ طبعا حتى حيتقرا انه ان الماده هذه تابعه للمجموعه دي. فبالتالي لو قريت الروشته حتلاقي انه لازم يتاكد قبل اي دواء يقرا، قبل تقرا الروشته، لانه في حاجه اسمها نينسترويد الانتي انفلاماتوري دراجز اللي هي تابعه ليها البروفين، انك تتاكد اي دواء تاخده بعد كده ما يكون من ضمن الماده هذه. ولو حابين انه بعد الهواء ممكن اعطي لست للاخوان بحيث انه هي الليست الكامله للنانسترويد الانتي انفلاماتوري، بحيث ان انت تتفادى انك انت تاخذها. وهذا طبعا طبيعي انه اي واحد ممكن يجي له عرض او عفوا حساسيه من اي دواء، فبالتالي بيتفادى انه هو ياخذ اي دواء من نفس المجموعه هذه. فاتمنى لك السلامه ان شاء الله. لكن هي البروفين هو دواء تابع لحاجه اسمها نانسترويد الانتي انفلاماتوري، فبالتالي اي دواء تابع للجروب ده حيسبب له نفس الأعراض، نفس الحساسية. نفس الحساسية. طيب في اتصال ثاني كمان، خلينا نشوف من معانا. ألو ألو، معنا مرتضي. ألو. هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ذكرنا بس باسمك أخوي. أمينة. سحر. مرتضى. سحر أخوي. مرتضى. مرحبا. هلا وسهلا فيك. خدمتك فاسع. هلا وسهلا. مسمك كان دكتور؟ اي تفضل انت على الهواء. يسعد مساك دكتور. الله يسعد مساك دكتور. انا عندي سؤالين على عجاله. تفضل. انا عندي صداع نصفي من النصف الايمن، بنشتد عندي بالليل، بقيت صباح بعد خلاص بدا شوي شوي يزول. تمام. طبعا حاولت استخدم اكثر من نوع من مهدئ الصداع بس ما يفيد اطلاقا، يعني حتى لما اخذ بعد النوم. ممكن اسال بس ايش الادويه اللي حضرتك كنت بتاخذها؟
استخدمت البنادول المستشفيات الخاصة اللي تكون تجارية من المصيدات ومن المستشفيات الحكومية. تمام. نفس الشيء. أوكي. طيب السؤال الثاني، أنا عندي ألم في مفاصل القدمين خصوصا بعد جلوس من النوم، ألم مزمن بشكل كبير، يعني لو كنت أصحى من النوم بقوم على طول ما حاجة أوقف على وجودي، يمكن ما توازن لازم باطية. طيب حضرتك كم عمرك؟ معلش. 28. كم؟ 28. 28. طبعا ما عندي مشاكل صحيه بالنسبه حق النقطه، انا عملت اكثر من تحاليل يعني الكالسيوم والروماتيزيوم والحديد، وبالنسبه حق وزني تقريبا شبه مثالي وحاليا 57. تمام. بس الى الان يعني مشاكل صحيه بالنسبه حق القدمين مزمنه بشكل مو طبيعي يعني. معي. اولا الف سلام عليك واتمنى لك السلامه ان شاء الله يا رب. بالنسبه للصداع النصفي يا اخويا طبعا هو موضوع كبير جدا، وفي أدوية كثيرة جدا ممكن تعالج الصداع النصفي، هو بأمانة هو مش اختصاص صيدلة قد ما هو اختصاص طب، يعني ما حقدر أن أنا أقول لك دواء معين، لأنه على حسب نوع الصداع النصفي اللي موجود عندك وتشخيصه من الدكتور بيكون العلاج. أما بالنسبة للمفاصل فهو في أشياء ممكن تستخدمها تحسن لك صحة المفاصل شوية، اللي هي الجلوكوز أمين، أو هي مادة بتساعد على زيادة المادة اللذجة اللي بين المفاصل، فبالتالي بتساعدك على الحركة بشكل أكبر. طبعا في أسماء تجارية كثيرة لكن أنا ما حفضل اسم تجاري معين، لكن الاسم المادة الفعالة هو الجلوكوز أمين، بيفيد جدا في 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 حالات المفاصل وزيادة الحركية في المفاصل نفسها. فبرضو أنا ما كصيدلي أنا دوري الأساسي في الأول وفي الآخر إن أنا يعني أحسن من كلام الدكتور، لكن أنا ما حكون دكتور، أنا في الأول وفي الآخر برجع لمرجع هو كلام الدكتور. فلو كان في دكتور معين كتب لك وصفة معينة هنا الصيدلي ممكن هو يفيدك بشكل أكبر، لكن الحاجات اللي ممكن تفيدك بدون رجع للدكتور هي الجلوكوز أمين للمفاصل. أتمنى لك إن شاء الله السلامة يا رب إذن الواحد لها. إن شاء الله يا رب ما تشوف شر أخوي. دكتور في رسالة من زينب بتقول إن أمي دائما ضغطها مرتفع، وكانت تاخذ حبوب أملور صناعة أمريكية. معروف. أيوه. وبتقول ما ناسبتها إلين ما أخذت أملور بس صناعة ألمانية وناسبتها. هل هذا بتقول إيش الفرق؟ هل هذا إنه الأمريكية أفضل والألمانية أفضل؟ هي 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 الأملور شركة أمريكية أصلاً، في ممكن بديل له يكون ألماني، لكن الشركة اللي صنعت الأملور هو شركة أمريكية ما في منها شركة ألمانية، لكن هي نفس المادة تعتبر. سبحان الله، ممكن في مادة تناسب إنسان ومادة ما تناسب إنسان، لأنه في الأول وفي الآخر هي مادة كيميائية، نرجع نقول في جسم يتقبلها وفي جسم ما يتقبلها، فممكن يكون حاجة زي كده واردة يعني، لكن ما في شيء في الصيدلة بيقول إنه والله الدواء اللي جاي من الدولة دي مختلف، هي نفس المادة الفعالة، لكن سبحان الله ممكن في شيء معين جوا التصنيع الدواء بيكون مختلف. هو اللي نسب الوالدة، واتمنى لها ان شاء الله التوفيق والصحة. ان شاء الله يا رب ما تشوف شر. دكتور هنا انتهت حلقتنا لليوم، مع الاسف ما عاد في وقت، مع انه كان في اسئله كثير اتصالات كثير بس الوقت دهمنا، بس نتمنى ان الكل استفاد من حلقتنا لليوم. نشكرك كثير دكتور على المعلومات اللي اضفتها لجميع المستمعين، يعطيك الف عافيه. شكرا لك دكتور. كان ضيفنا لليوم الدكتور محمود ابو عيش، مدير اداره التامين لشركه النهدي الطبيه وصيدلي اكلينيكي. كنت معاكم سحر عبد الله، واقول لكم فمان الله، والتقي معاكم بكره ان شاء الله في نفس الموعد من الساعه 1 للساعه 2 في حلقه جديده من برنامجكم طبابه الف.